مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم معنا حلقه جديده ومقلب جديد. الضحيه ديال اليوم عصام الراقي، كيفاش وقع ليه واشنو جرى ليه؟ هذا الشيء اللي غادي نتعرفوا عليه جميع في هذه الحلقه هذه. صحيت صاحبي. والله صاحبي ما تضربنيش يا صاحبي، ما تضربنيش يا صاحبي، بالبالك جلس صاحبي، جلس. لا وغدير لي يا صاحبي، والله صاحبي ما تجيش تحقرني يا صاحبي، ما تحقرنيش يا صاحبي، ما تحقرنيش يا صاحبي. ريحه ديال الصحر مع الباب، ريحه ساعه. شوف دير معايا مزيان. مرحبا. هي غتجيب لي شي صلايه؟ راه هي كاينه هنا ياك. عافاك سمح لي، ممكن شي تصور عليك؟ ممكن. الله يحفظك. بغيتي دابا ولا درك؟ نبدا معايا نشوف الباترون واش كاين ونعاود نرجع عندك. سير معنا. وهذا مالو؟ نعم الكاميرا مقلوبه. نعم راك عارف انترفيو. سير شويه اذا بغيتي. زعما لا سوبر ما عمرك كليتي بحالها في حياتك. فاش جيتي؟ لا وقال ماشي ليا. انا نقول لك شي حاجه. انا نقول لك دابا انا ندوق. مرحبا. ما كاينش شي ديرونج مول شي حاجه؟ ما ديرونجيك ما والو. الله يحفظك. مرحبا. سيدي شي حاجه عيط لي. شو عيب ياك؟ اييه تاكل الطاجين وغتفكرني عاوتاني. عاوتاني ما كديتوش بحياتي. ما عجموم تذوق وانت تعرف. صافي سي. قولي با عصام، بغيت منك واحد الطلب. الا كان ممكن زعما ما كفي تاع احراج ولا شي حاجه. انا كندير شي لعيبات في يوتيوب وداك الشيء فهمتيني. بغيت شي ستوري في انستغرام ديالك طاقيني لعيبات. الا كان ممكن زعما. ماشي مشكل. الله يحفظك. سير على الله. الله يحفظك. دابا لا بغيتي زعما ما كانش دابا مشيت حتى غنصوروا دابا واش كان بعد. ها واخا واخا ياك ما كاين حتى ديرونج مو بعدا ما كنديرونجيك ما والو. شويه واخا ندير انا ستوري من سميتو ديالي من الانستا ديالي. ستوري. مرحبا. الله يحفظك. عرفتوا الاخوان شكون جا عندنا المحل؟ عندنا واحد اللاعب كبير اللي كنحتارمو، واخا زعما دفع عليا شويه كبير. قلت ليه ستوري، قال لي المهم فهمتي راه الراقي ديالنا. شكرا خويا عصام. الله يحفظك. شكرا. شكرا. الله يحفظك. كاين حتى مشكل. الله يحفظك اخويا. مازال ندفع عليك كبير شويه. ياك علاش اخويا دفع عليا كبير؟ واش كنديرونجيك زعما؟ قول لي زعما الصراحه، الا كان شي ديرونجمون شي حاجه راه نمشي بحالي. ما كتقولش ياك؟ ما عرفتش اخويا الا كان شي ديرونجمون ولا شي حاجه قولي لي. انا حسيت بك زعما تقلقتي ولا ما قلت حاجه ديال اللعيب ياك اخويا؟ لا كان شي حاجه زعما؟ كان شي حاجه؟ لا باقي ما لحقتش. ما عنديش انت كان شي حاجه؟ باقي ما لحقتش. باقي ما لحقتش. الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك. جاكم داكشي ناضي؟ جاتك الله. خويا عصام بغيت نطلب منك واحد الطلب الا كان ممكن. زعما برصتك واقع لك يبان لي برصتك. لا لا. انت شوف ما نكذبش عليك، والد مريض، عندي بنيه، فهمتيني؟ بيني وبينك زعما ما ديرهاش مني قلت الصوره، كرهتك تدور معايا الا كان ممكن زعما. باش دور معايا؟ دور معايا. باش ندور معايا؟ دور معايا. شوف ما بغيتي ما بغيتيش صافي فهمتي.
قول لي شنو ندور معاك بعدا باش نعرف ثاني شنو ندور معاك. ما فهمتش اش تدور معايا خويا؟ قلت لك دور معايا عاد تفهمها ولا ما تفهمهاش شنو هي. شوف شوف تيما صاحبي، انت باقي ما درناش صاحبي، باقي لك لينا نص قمرونه ودابا الوقت لينا صاحبي. انا كندوي مع السيد، خليني مع السيد الله يرحمك. نص قمرونه صاحبي الله يهديك صاحبي. ودابا خليني ندوي مع السيد حتى الوقت. انا السيد، راه السيد هذه، يلا زيد. انا السيده ماشي سيد. انت راه سيد الرجال انت صاحبي. دابا انا ما قلت لك حتى كلمه ديال اللعيبه. انت بنادم صاحبي كاين خاصك تدور معاك اخويا. بلاش الله يرحم لك الوالد، انا دير لي هاد اللعيبات هادو ما كاينلاش. دابا انا كندوي معاك زعما فهمتيني بكل روح. ولا واش انت راه انت اللي بغيتي تغوت. دابا انا بيني وبينك، بيني وبينك دويت معاك، بيني وبينك درتي لي البوز اصاحبي. هذا ما صاحبي جات توكلوا ما عرفت شنو هو كيدفع لك. ما فهمتش انا هاد صافي صافي راه صافي. دابا اخويا اخويا فوتي شويه، واش تقدر تخلينا نكملوا هاد الدغمه هادي ولا جمعوا قشه واش نمشيو فحالنا؟ الله يسلمك. انا ما قلت لك حتى كلمه ديال اللعيبه، انا كندوي مع الراجل. عندنا شي واحد بعدا صاحبي، عندنا شي واحد اخر صاحبي. اختار ما صاحبي هنايا غادي يسمعوا صوتنا. ما عمرش سمع صوتنا صافي، راه حنا الناس كبار بعقولنا صافي. شي في وجهنا صافي. وهو شي في وجهك، راكم ماشي شي في وجهك غنهز هادي صاحبي. ما عرفتش غندير بها صاحبي. احترمتك اصاحبي، ما بقاش دير لنا داكشي ديالك اصاحبي. انا كندوي ودابا انا كندوي مع الراجل، خليني ندوي مع الراجل، ما بقاش تهز وتحط عليه. هزك انت ويا واقي وانت انا اش تهزني بنت القصيور؟ انت راك ريكتي هز رموك اصاحبي، ما تخلعنيش اصاحبي. راه كنحترمك حيت لاعب كبير اصاحبي. وش ما فهمتكش، احترمتينيش دابا؟ وراه احترمتك اصاحبي، راه احترمتك اصاحبي. ما تجيش اصاحبي دير لي داكشي ديالك اصاحبي، راه عيب عليك. وانت هزيت عليا السكرو ديال النحاسه معايا راسك. انا شنو عبر عبر شحال فيه؟ عبر شحال فيه؟ ما عنديش الميزه. انت رصيت عليا السكرو ديال النحاسه. انا غنضربك بالتليفون هنايا، راه ماشي تبع هادي التليفون، غنخسر عليك التليفون هاني. دابا هادي كل عياقه فيك تضربني بالتليفون. زعما هاديك اللعبه ديال صافي، انا طلبش منك جوج دراهم ولا شي لعيبه درتي ليا صاحبي هاد الحاله كامله. ماشي جوج دراهم، نعطوك اكثر من جوج. صافي خليها عندك لك تي غدير لي على هاد الحاله. ما تبقاش تجي عندي صافي، سير اصاحبي ما تبقاش تجي اصاحبي. شنو ما تبقاش تجي عندي؟ راه انا اللي صاحبي شاد هاد. وانت سير الطابلو ونقلبها. نقلبها صافي دير لي سير اصاحبي. ما تحلمش لينا اصاحبي. والله الا صعبت تحلم عليك، كيف تحلم؟ علاش تحلم؟ راه واحد انسان عادي يداوي معاك مرات شويه ولا مالك؟ والله يجيب عقلي بكامل قواه العقليه. انت ولد ولد هنا ولا ولد وين؟ ولد من؟ انا ولد ولد هاد الجيم. لا لا ولد هاد الجيم. شو قلقنا؟ ما خلي غير نلص على كانت نيت خضر. هذا جا هذا جا هذا جا خضر نيت. هذا راك مقلقبه، هذا ماشي نورمال. باش نقول لك واحد القضيه، تصنت ليه؟ كلمني ولا شي طريح بالرب، شي طريح. حلفت بالله وحيد وحلفت بالله. دابا انا حلفت بالله غير تصنت ليه احيد صاحبي. والله صاحبي ما تضربنيش يا صاحبي، ما تضربنيش يا صاحبي. شو مالك يا صاحبي؟ تعدى عليه بنتك صغير ولا شنو؟ ما تعداش عليه صاحبي. واش ما تتحشمش اخويا؟ واش فرنسا واحد القضيه؟ واش خرج لعيني؟ اسمع شو فيا هو يسكت سي غشير عليا. خرج لعيني صاحبي. اسمع اسمع انا دوما اسمع انا دوما اسمع انا دوما. انا دابا هادي اخر بلاك غادي نعطي شي واحد وغنمشي فحالي. انا دابا بسبابه ودي واحد القضيه بسبابه تقطع عليا رزقي. وانت هذا بسبابه تقطع عليا رزق ولادي. عندي بنيه صغيره، عندي الوالي، عندي البلبله كحل. صافي نضرب من نضرب مع عبد الله عشان نضرب فيك انا يا صاحبي. اجي كل بلاصه انت والله لا صاحبي صاحبي راه كاميرا خفيه صاحبي. كمالك صاحبي انا هادشي مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف ما عشتوا معنا المقلب اللي كان الضحيه ديالو اليوم عصام الراقي، غادي نتعرفوا الان على الحيتيات كيفاش عاش عصام الراقي هذا المقلب هذا. واشنو وقع لك بالضبط عصام؟ الصراحه بروفوكاني شويه، ولكن كنعرفني انا ما تنتعصبش بزاف. قول لنا من الاول بعدا كيفاش جيتي هنايا؟ كيفاش لقيتك انا هنايا؟ حيت كملوا العام وعيط لي الصديق ديالي هو نيت بانه كملوا العام. درت معهم زعما كيخديت رونديفو معاه وهذاك الشيء، عيط لي باش نتفدى. قلت هذه هي المناسبه، وقلت على الحاج ديجا قلت لي راه عندي واحد تما واحد العراده في ريستورون نمشيو. قال لي صافي، دونك انا
ما عرفتش انا الحاج هو سابقني في هذا الشيء الناس حيطو هو قال وانا ما عمري ما تنتوقع من عند الحسان حيت انه غيدير لي هذه المسائل هذه. اوكي الحمد لله تنظن بانه واخا تبروفوكينا شويه ولكن حاولت نتحكم في الاعصاب ديالي ولكن في الاخر ما قدرت كش غنخلي الحاج ياكل وغنمشي نسد عليه في الطواليت ومن يشبع الحاج غنقول لي اجي المعلم شد هذا ناكل انا ونقصها نشوفه معاه ولكن كان زوينه تبارك الله عليه واخا بروفوكاني مزيان مي حاولت ما نتبروفوكاش ولكن كيف الفنان الحمد لله عرف كيفاش يلعب الحمد لله الحمد لله كيف ما عشتوا معنا مشاهدينا الكرام هذا المقلب اللي كان الضحيه ديالو عصام الراقي بالمساعده ديال الصديق ديالو اللي هو الحاج الصالحي. كنضربوا لكم موعد ان شاء الله في قادم الحلقات ان شاء الله مع ضيف جديد ومقلب جديد او بالاحرى ضحيه اخرى. الى اللقاء. بهذه المناسبه رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامة والعافية على المغاربة كاملين داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن وعلى الأمة الإسلامية بصفة عامة. رمضان مبارك سعيد.